هنبدأ ان شاء الله في شابتر جديد وهنتكلم فيه عن البيور بندنج. ومقصود بالبندنج هنا الانحناء. يعني ايه بيور بندنج؟ يعني انحناء فقط. احنا عارفين ان اي قطاع ممكن يكون عليه نورمال مثلا شير مومنت، دول احنا بنسميهم عندنا في الاستراكشر الستريننج اكشنز. ماشي، لما اقول لك يعني ايه ستريننج اكشنز اللي على القطاع ده، ايه مقصود بيها؟ اللي هي الانترنال فورسز اللي هتيجي عند القطاع ده. طيب انا لما اقول لك بيور بندنج معناها ان الستريننج اكشن الوحيد المؤثر على القطاع عندي هو عباره عن البندنج او الانحناء فقط. فبالتالي لما اجي ارسم الانترنال فورسز مثلا، هيطلع عندي النورمال فورس دايجرام بصفر، هيطلع عندي الشير فورس دايجرام بصفر، هيطلع عندي فقط بندنج مومنت دايجرام. ده معناه ان عندي بيور بندنج. انا لو عندي اي بيم بالشكل ده، طولها ال، اللينث بتاعها ال، وبعدين جينا عرضناها لتو مومنتس في الاول وفي الاخر بالشكل ده، فهيحصل انها ايه؟ هتنحني، هتاخد الشكل ده. جميل. طيب ايه اللي هيحصل عندي؟ اني هبص الاقي ان السطح الهلوي للبيم حصل فيه كومبريشن، يعني حصل فيه كومبريشن، هبص الاقي الضغط بالشكل ده. انضغط بمعنى ان انا عندي الطول الجديد بتاعه بعد تأثير المومنت ده بقى اقل من الطول الاصلي بتاعه اللي هو كان ال. يعني هو قبل ما يحصل له انحناء كان الطول ده طوله ال، زي ده زي ده، تمام. بعد الانحناء الطول ده قل، لان الالياف او الفايبرز العلوية للبيم عندي انضغطت. جميل. على عكس اللور فايبرز، الفايبرز السفلية اتشدت، يعني حصل عندي انها طولها بقى زاد. يعني الطول اللي عندي هنا ده اكبر من الطول اللي هو الطول الاصلي. جميل. طب اشمعنى ده انضغط وده اتشد؟ احنا طبعا فاهمين ان العزم في الاتجاه ده هيبقى اسمه بيشد تحت وبيضغط فوق. العزم الموجب بيعمل تنشن تحت وبيعمل كومبريشن فوق. طيب حس ان انا عندي سطح من السطحين حصل فيه انضغاط وسطح تاني حصل فيه شد، فده معناه ان بلا شك في سيرفس ما بينهم هما الاتنين ما حصلش فيه اي حاجة. يعني انت هتعدي بشكل ما من وانت بتتحرك من اول هنا لحد هنا، اكيد هتعدي على سيرفس الطول بتاعه بيساوي نفس الطول الاصلي اللي هو ال، يعني طوله ما تغيرش. تمام. احنا بنسميه ده النيوترال اكسس او النيوترال سيرفس. يبقى مبدئيا كده ايه هو النيوترال سيرفس؟ هو عبارة عن السيرفس او السطح اللي موجود عندي في الاليمنت اللي انا بدرسه، اللي بعد تأثير البندنج هيظل طوله زي ما هو، مش هيتغير لا بالزيادة ولا بالنقصان. طيب انا دلوقتي اصبح عندي الكاميرا بعد ما حصل لها بندنج اصبحت كأنها عبارة عن قوس من دايرة. الدايرة دي احنا لو اعتبرنا ان نقطة الاورجين بتاعتنا نقطة صفر وصفر، احنا هنقيس منها المسافات موجودة هنا عند النيوترال اكسس في الحتة دي كده، يبقى انا هعتبر ان انا عندي الدايرة بتاعتي دي نص قطرها من اول نقطة سي، اللي هي لو انا عندي الخط دي جي والخط اي كي مدتهم على استقامتهم هيتقابلوا مع بعض في نقطة اسمها سي، والخطين دول مع بعض يعملوا مع بعضهم زاوية اسمها ثيتا. والكلام ده لو هو جزء من دايرة فهيبقى نص قطر الدايرة اللي هو من اول نقطة سي لحد فين؟ لحد النيوترال اكس يا باشمهندس، هنسميه رو. احنا بنسميه ايه؟ radius of curvature او نصف قطر الايه؟ الانحناء، نصف قطر الانحناء بتاع الكاميرا. تمام كده. يبقى انا عندي دلوقتي ثيتا عبارة عن الزاوية اللي نتجت عندي، وعندي رو عبارة عن نصف قطر الانحناء. طيب انا دلوقتي عندي باشمهندس، عندي طول النيوترال اكس ده اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو طول القوس دي اي، بما ان هو بيمثل النيوترال اكس، يبقى انا عندي دلوقتي الطول بتاعه بيساوي كام بقى؟ الطول بتاعه بيساوي ال، الطول بتاعه بيساوي ال، لان ده اتفقنا ان هو الاكس اللي طوله مش هيتغير او هو السيرفس اللي طوله مش هيتغير. طيب احنا عارفين ان لما يكون عندي قوس من دايره، قوس ده طوله ال، المسافه دي نص قطر الدايره اسمها رو، والزاويه
اللي موجودة عندي اسمها ثيتا، يبقى في الحالة دي نقدر نقول ان ال اللي هو طول القوس بيساوي رو في ثيتا، اللي بيساوي رو في ثيتا، تمام كده. طيب لو انا جيت اخدت نقطة تانية او سيرفس تاني موازي للسيرفس ده بس واقع على مسافة واي منين؟ من النيوترال اكس، واقع على مسافة واي من نقطة الاوريجين بتاعتنا. ما احنا بنقيس طبعا في التاني، بنقيس منين؟ بنقيس من هنا، الصفر وصفر بتاعنا هنا. طيب السيرفس اللي عندي ده هيبقى هيديني قوس اسمه جي كي. القوس ده قوس من دايرة نص قطرها هيبقى عبارة عن رو ماينس مين؟ ماينس واي. يبقى في الحالة ديت هنسمي الطول جي كي، هنسميه اللي داش، يبقى اللي داش عندي بتساوي رو ماينس واي مضروبة في مين؟ في سيتا، تمام كده. طيب احنا دلوقتي لو عاوزين نحسب مقدار التغير في الطول اللي حصل في القوس جي كي اللي هو كان طوله الاصلي ال، وبعد ما حصل الانحناء بقى طوله ال داش، يبقى التغير في الطول عبارة عن ايه؟ عن ال داش ماينس ال. التغير في الطول عبارة عن ال داش ماينس ال. طب انا عندي دلوقتي ال بتساوي رو في سيتا، وال داش بتساوي رو ماينس واي في سيتا، يبقى انا عندي دلتا هتساوي نيجاتيف واي في سيتا. دلتا هتساوي نيجاتيف واي في سيتا، يبقى ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قيمة التغير اللي حصل في الطول بتاع السيرفس اللي كان اسمه جي كي، اللي كان طوله في الاول ال وبعدين بقى طوله ال داش، جميل كده. طيب ده مقدار التغير في الطول اللي حصل عندي. طب معانا كده الاسترين عبارة عن ايه؟ احنا حافظين من زمان ان الاسترين عبارة عن التغير في الطول مقسوم على الطول الاصلي. التغير في الطول ده اللي هو دلتا اللي هو بيساوي نيجاتيف واي في سيتا على الطول الاصلي اللي هو كان ال اللي هو بيساوي ايه؟ اللي هو بيساوي رو في سيتا. يبقى نقدر نقول ان الاسترين اللي حصل عندي على السيرفس جي كي بيساوي دلتا على ال اللي هو بيساوي نيجاتيف واي على سيتا مقسوم على رو في سيتا، فالسيتا هتروح مع سيتا تديني نيجاتيف واي مقسومة على رو. يبقى ده مقدار الاسترين اللي حصل عندي عند مسافة واي من النيوترال اكس. طيب من خلال اولا الساين عندي النيجاتيف دي سببها ايه؟ سببها ان انا بتعامل مع خط او بدرس سيرفس حصل فيه ايه؟ حصل فيه كومبريشن. فانا بقى في الحالة دي كل ما هو فوق النيوترال اكس على حسب اتجاهات المومنت اللي احنا فرضينها، يبقى كل فوق النيوترال اكس هيتعرض لكمبريشن وكل تحت النيوترال اكس هيتعرض لتنشن. النيوترال اكس نفسه اللي هيتعرض لتنشن ولا هيتعرض لكمبريشن. طب يبقى انا عندي الماينس ساين هنا لان انا بتعامل مع سيرفس حصل فيه ايه؟ حصل فيه كومبريشن، تمام كده. طيب في الحاله دي يا باشمهندس لو انا عايزين نشوف نقطه الماكسيمم سترين هتبقى فين، يعني انا عندي ده السترين عند اي مسافة واي هيساوي نيجاتيف واي مقسوم على رو. طيب يبقى انا في الحالة دي اقصى سترين هيحصل عندي في الكامر اللي قدامي دي هيحصل فين؟ هيحصل لما واي دي اللي هي المسافة واي دي تبقى اقصر ابعد مسافة عن نقطة الاوريجين. طب وابعد مسافة عن نقطة الاوريجين عندي فين؟ اللي هي لحد السيرفس الخارجي ليه الكاميرا بتاع او القطاع بتاعي. ده الشكل ده عبارة عن ايه؟ عن شكل القطاع. احنا فرضين ان شكل القطاع حاجة بالشكل ده، تمام كده. عندي ده محور اكس وده محور واي، هيبقى ده محور ايه؟ محور زد اللي هو المحور التالت. دي المسافة واي اللي احنا حاسبينها، وهنعتبر ان المسافة من اول نقطة الاوريجين لحد السيرفس الخارجي او لحد السطح الخارجي للقطاع هنسميها سي. يبقى الماكسيمم سترين، الماكسيمم سترين هيحصل فين؟ هيحصل عند مسافة سي من نقطة صفر وصفر. يبقى نقدر نقول ان سيجما ابسلون ماكسيمم او الماكسيمم سترين بيساوي سي على مين؟ على رو. واحنا هنا ليه مش حاطين نيجاتيف ساين؟ لان ممكن تكون المسافة الكبيرة هي المسافة اللي فوق وممكن تكون هي اللي تحت، فاحنا هنا اللي احنا حاطينه هي الابسوليوت فاليو بتاعة السترين، هي الابسوليوت يبقى اذا انا دلوقتي بقى عندي معادلتين اتنين، معادلة بحسب منها قيمة السترين عند اي مسافة واي من النيوترال اكس، ومعادلة تانية بحسب منها الماكسيمم سترين اللي عندي. لو حبينا بشكل ما ندمج المعادلتين دول مع بعضهم، يعني كأني هجيب رو من هنا اللي هتبقى هتساوي سي على الابسلون
ماكسيمم واعوض بيها هنا، هطلع من هنا ان قيمة السترين عند اي سيرفس موجود على مسافة واي بيساوي واي على سي في قيمة الماكسيمم سترين. دي المعادلة بتاعتنا. يبقى معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان احنا لو محتاجين نحسب قيمة السترين او نحسب قيمة الاسترس عند اي نقطة وقع على الكروس سيكشن بتاع الممبر بتاعنا، يبقى احنا لازم الاول نكون فاهمين او عارفين نحدد فين مكان النيوترال سيرفيس بتاع الممبر، وده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله بعد شوية. طيب ازاي بقى نحسب الاسترسز ونحسب الديفورميشنز في الالاستيك رينج؟ احنا خلاص اعتقد بقى بقينا فاهمين وحافظين ان طالما بتكلم على الالاستيك رينج يبقى انا بتعامل مع ديفورميشنز ساعه ما بشيلها من على الاستراكشر بيرجع الاستراكشر لوضعه الطبيعي. يبقى معنى الكلام ده ان الاستراكشر بتاعي خاضع لقانون هوك، ومعناها ان في علاقه ما بين الاسترس والسترين، علاقه خطيه. يبقى انا عندي هنا الاسترس بيساوي الاي مضروب في السترين، تمام كده. طيب انا دلوقتي عندي دي معادله الابسلون، معادله السترين اللي هي بتساوي نيجاتيف واي على سي في الماكسيمم سترين، وعارفين احنا ان الاسترس بيساوي اي في السترين. يبقى انا ببساطه شديده لو ضربت هنا الطرف ده في اي وضربت الطرف ده في اي، فهتبقى الاي في الابسلون اكس هتبقى عباره عن سيجما اكس اللي هو الاسترس، والاي في الابسلون ماكسيمم هتبقى عباره عن السيجما ماكسيمم اللي هو الماكسيمم استرس. يعني المعادله دي والمعادله دي بيبقوا حاجه واحده بالظبط، بس دي معادله السترين ودي معادله الاسترس، والمعادلتين واضح كده ان فيها ان السترين او الاسترس بيتغير تغير خطي مع تغير المسافة من النيوترال اكس لحد ما توصل للسيرفس الخارجي للكاميرا اللي انت بتدرسها. يبقى معنى الكلام تاني ان انا الاسترس بالنسبة لي بيتغير تغير خطي، او لو انا رسمته هرسمه بالشكل ده، الجزء الخارجي او السيرفس اللي فوق عندي بالنسبة لي طبقا لاتجاه المومنت اللي عندنا اللي هو كان تنشن تحت كومبريشن فوق، يبقى فوق كل ما هو فوق نيوترال اكس او نيوترال سيرفس عليه كومبريشن ستريسز، وكل ما هو تحت نيوترال سيرفس عليه تنشن ستريسز، والماكسيمم طبعا موجود عند المسافة سي اللي هي بالنسبة لنا المسافة من النيوترال سيرفس لحد السطح الخارجي للقطاع. وبرضو بقول لك تاني او تالت ان سي مش شرط تكون هي اللي فوق، لا هي اللي فوق او هي اللي تحت الاكبر فيهم، لاننا لما بنتكلم على الماكسيمم بنتكلم على الماكسيمم كايه؟ كابسوليوت فاليو، تمام. طيب يبقى تاني بيقول لك اهوت ان النورمال ستريس فيريز لينيرلي، يعني النورمال ستريس بيتغير بشكل خطي مع الديستانس فروم نيوترال سيرفس زي ما احنا اتفقنا. طيب لو احنا دلوقتي عايزين نشوف النيوترال اكسس بتاعي او النيوترال سيرفس بتاعي احنا هنحدده ازاي؟ انا عايز اعرفه. احنا بقينا دلوقتي عارفين ان عند النيوترال اكس قيم الاسترسز عندي بتساوي صفر، تمام. لو انا دلوقتي عوضت عن انا عندي الاسترس بيساوي قوة على مساحة، طب لو انا اعتبرت ان المومنت ده عندي عبارة عن قوتين ما بينهم مسافة، او عبرت عنه بقوتين، يبقى كل قوة هتبقى عبارة عن عبارة عن الاسترس في الاريا. عند النيوترال اكس مقدار القوة دي المكافأة، مقدار القوة المكافأة، بص علشان يعني اوضحها لك، لو انت اعتبرت ان الجزء اللي فوق ده مثلث وانت جيت ركزته بقوة كده، والجزء اللي تحت ده مثلث وانت جيت ركزته بقوة كده كإكويفلنت، تمام كده. عندي عندك عند النيوترال اكس مقدار القوة اللي احنا بنركزها هتساوي كام؟ هتساوي صفر. عند النيوترال اكس القوة بتساوي صفر، يبقى انا عندي هنا تكامل سيجما اكس دي بتساوي صفر. ده فين ده؟ ده عند النيوترال اكس. طب شيل السيجما اكس وحط مكانها واي على سي في الماكسيمم سيجما، وبعد كده طلع السيجما ماكسيمم على سي برا على اساس ان هما ثوابت، فهيديني تكامل واي دي يبقى نيجاتيف ماكسيمم سيجما على سي، سي وعندنا هي سي المسافه ديت، في تكامل واي دي بيساوي صفر. الكلام ده فين؟ عند النيوترال اكس. طيب انا دلوقتي عندي حاجتين اتنين مضروبين في بعض قيمتهم بتساوي صفر، يبقى معناها ان ده بيساوي صفر او ده بيساوي صفر، وانا احس ان انا عندي هنا السي رقم
وانا عندي الماكسيمم ستريس رقم ثابت، يعني المقدار ده من الاخر ما ينفعش ان هو يساوي صفر، فبالتالي لازم يكون عندي تكامل واي دي اي بيساوي صفر. ده معناه ايه يا باشمهندس؟ معناه ان عزم المساحه، عزم الاول للمساحه حوالين النيوترال اكس بيساوي صفر. عارف يعني ايه عزم المساحه؟ عزم المساحه يعني قيمه المساحه في المسافه ما بين السي جي بتاعها لحد النيوترال اكس. ده معناه يا باشمهندس ان لما يكون عندي قطع، الكلام ده طبعا بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا بعزم المساحه حوالين مين؟ حوالين المحور اكس للقطع، محور اكس اللي بيمر بالسنترويد بتاع القطع. يبقى معنى الكلام ده ان انا لما يكون عندي قطع او ستراكشر عليه بيور بيندنج، ومركز لك تاني على بيور بيندنج، بيكون النيوترال اكس بتاعك هو نفسه محور اكس بتاع القطع اللي بيمر بالايه؟ بالسنترويد بتاع السكشن. يبقى تاني، لو انت عندك element معرض لبيور بيندنج وعاوز تحدد فين مكان النيوترال اكسس بتاعه، كل ما عليك انك انت تحدد البيور بيندنج ده بيمر حوالين محور مين؟ محور اكس، او بيلف حوالين محور اكس. يبقى انت تحدد الواي بار بتاعه القطاع. ساعه ما تحدد الواي بار بتاعه القطاع يعني جبت محور اكس بتاعه، يبقى انت كده عملت ايه؟ يبقى انت كده على طول جبت قيمه مين؟ جبت مكان النيوترال اكس بتاعه. ماشي، خلي بالك لو هو معرض لحاجة تانية مع البندنج ما بيبقاش الحكاية كده، بس ده لو انا عندي ايه؟ لو انا عندي بندنج بس. خلاص، يبقى تاني هنقول الايكويشن دي بتقول لنا ان الفيرست مومنت اوف كروس سكشن حوالين النيوترال اكس لازم يكون زيرو. ده معناه ان الممبر المعرض لبيور بندنج وطالما ان انا بتعامل مع الالاستيك رينج، يعني بتعامل مع خلينا احنا بنشتغل في الالاستيك رينج حاليا، يبقى النيوترال اكس باس ثرو ذا سنترويد اوف ذا سكشن. يبقى النيوترال اكس عندي عباره عن خط بيمر بالايه؟ بالسنترويد بتاع القطاع. تمام كده، يبقى انا عندي هنا، يبقى انا عندي هنا دلوقتي وصلنا لان الاسترس عند اي مسافة واي بيساوي نيجاتيف واي على سي في قيمة الماكسيموم ستريس. واحنا عندنا كمان العزم بيساوي القوة الايكويفالنت مضروبة في الواي زي ما قلنا. العزم اللي هو المؤثر على القطاع عبارة عن ايه؟ عبارة عن قيمة القوة اللي يعتبر بالنسبة لي تركيز الستريس، اللي هو عبارة عن السيجما، السيجما في الدلتا ايه مضروبة في واي اللي هي المسافة لحد النقطة السنترو او نقطة النيوترال اكس او خط النيوترال سيرفس. يبقى انا في الحالة دي لو انا شلت هنا سيجما اكس من هنا وعوضت عنها من معادلة رقم 9 بالشكل ده، هيطلع عندي برضو هطلع الثوابت بره، يبقى عندي تكامل واي سكوير دي ايه في سيجما ام على سي، الكلام ده بيساوي ام. طيب احنا طبعا عارفين وفاكرين ان تكامل واي سكوير دي ايه؟ عبارة عن اي اكس للايه؟ للقطاع. يبقى نقدر نقول ان سيجما ام على سي مضروبة في اي بتساوي ام، او منها نقدر نقول ان قيمة السيجما او الاسترس الماكسيمم بيساوي ام في سي على اي. يبقى احنا لو حابين نجيب الماكسيمم ستريس عندنا نتيجة البندنج هيساوي قيمة المومنت المؤثر مضروبة في سي اللي هي المسافة من النيوترال اكس لحد الحد الخط الخارجي للكروس سكشن على اي اللي هو المومنت اوف انرشيا بتاع القطاع. وبالتالي لو احنا عايزين نجيب الاسترس عند اي مسافة وقع على مسافة واي، ده يبقى بالنسبة لي هشيل السي من هنا وحط بدلها واي اللي هي المسافة اللي عايزين نحسب عنها الاسترس. وتاني احنا عمالين نحط اشارة نكتب لاننا ايه؟ كأننا بنتعامل مع مسافة مقاسة فوق ايه؟ فوق النيوترال اكس ومع اتجاه المومنت الموجب اللي احنا فرضينه، هيبقى الاسترسز عليها استرسز ايه؟ سالبة. تمام كده، يبقى المعادلتين 14 و15 دول احنا بنسميهم الفليكشرال فورمولاس. تمام، والستريس اللي هو احنا بنسميه سيجما اكس اللي هو الستريس ده احنا بنسميه الفليكشرال ستريس او اجهاد الانحناء. فليكشرال يعني انحناء، اجهاد الانحناء. طيب يبقى انا دلوقتي لو رجعت للمعادلة ديت، انا عندي هناخد الريشيو اللي هي الاي على سي اللي هي المومنت اوف انرشيا بتاع القطاع على السي بتاعته، هنلاقيها ان القيمه ديت
معتمدة فقط على ايه؟ معتمدة فقط على الجيومتري بتاع الكروس سيكشن، يعني ملهاش بتعتمد فقط على ايه؟ على شكل القطاع بتاعي، المومنت اوف انرشيا بتاعه والمسافة بتاعته من نيوترال اكس لحد السيرفيس الخارجي. النسبة دي او النسبة دي بنسميها السكشن مودولس، وبنرمز لها بالرمز اس. يبقى اس بالنسبة لي عبارة عن اي مقسومة على مين؟ على سي. يبقى انا اقدر اقول ساعتها ان الاسترس بيساوي ام على مين؟ على اس في الحالة دي. خلاص كده. طيب دلوقتي انا عندي واضح كده عندي من المعادلة رقم 17 ان اقصى ستريس او الاسترس الماكسيمم عندي بيتناسب عكسيا مع مين؟ بيتناسب عكسيا مع اس. يعني معناها ان كل ما اس دي زادت الاسترس اللي هقطع هيحصل له ايه؟ هيقل. كل ما اس زادت الاسترس اللي هقطع هيقل. يعني معناها ان الافضل بالنسبة لي لو احنا عايزين نقلل الاسترسز على قطاع معين ان احنا نزود قيمة مين؟ نزود قيمة الاس بتاعته، وتاني الاس عبارة عن الاي على سي. طيب عشان نوضح الحكاية دي، انا لو عندي كاميرا قطعها مستطيل، الويدث بتاعه او العرض بتاعه بي، الدبس بتاعه اتش، يبقى الاس بتاعته بتساوي كام؟ الاي بتاعت القطع المستطيل بتساوي بي اتش تكعيب على 12، والسي بتاعته هتساوي اتش على 2. ليه اتش على 2 يا باشمهندس؟ لان احنا قلنا ان ايه؟ ان السي هي المسافه من نيوترال اكس لحد السيرفيس الخارجي، والنيوترال اكس هو المسافه، هو الخط اللي بيمر بالسنترويد، والسنترويد بتاع القطع المستطيل بي موجود فين؟ موجود في نص الارتفاع بتاعه. عشان كده السي بتاعتي تساوي اتش على 2. لما اختصر الكلام ده مع بعضه يطلع لي ان الاس للقطع المستطيل بتساوي 1 على 6 A في H، الـ A اللي هي الاريا، والـ H اللي هي الـ A الارتفاع بتاعه. طيب يبقى معنى الكلام ده ان انا لو عندي قطعين اتنين لهم نفس الاريا، بس واحد فيهم البي بتاعته 4 في 6، والتاني القطاع بتاعه 4 البي ب4 والاتش ب6، والتاني البي ب3 والاي والاتش ب8. يعني 3 في 8 بكام؟ ب24. 4 في 6 ب24، يبقى الاريا عندي هنا موحدة، لكن الاتش هنا بتساوي 6 والاتش هنا بتساوي 8. يبقى مين الاس بتاعته اعلى؟ الاس بتاعته هو ده. يبقى هنا القطاع اللي هيكون شايل اكتر او هيديني ستريسز اقل او هيكون اداؤه بالنسبة لي افضل هو القطاع ان يا بشمهندس، هو القطاع للإتش بتاعته اعلى، مع حتى مع ثبات الاريا في التو كيسز. تمام. طيب ايه اخر حاجة عايزين نعرفها هنا؟ ان المعادلة اللي بدأنا فيها من الاول خالص يقولك ان السترين الماكسيمم بيساوي سي على رو. السترين الماكسيمم بيساوي سي على رو. يبقى نقدر نقول هنا الديفورميشن، الحاجة اللي بقى لنا دلوقتي هو قيمة نصف قطر التقور او الرو بتاعتي، نصف قطر التقوس بتاع الكاميرا. ازاي بجيبه؟ احنا عايزين نجيب رو ده. بيقولك الديفورميشن of the member caused by bending moment is measured by curvature. لو احنا عايزين is deformation ده بيقاس بالكيرفيتشر اللي حصل للنيوترال سيرفيس. الكيرفيتشر is defined as the reciprocal of the radius of curvature، اللي هو يعني معناها مقلوب الايه الرو. يبقى الرو هي نصف القطر اللي هو بنقول عليه الكيرفيتشر، عبارة عن 1 على ايه؟ على رو. طيب انا عندي هنا 1 على رو هتساوي كام؟ 1 على رو هتساوي ابسلون ماكسيمم على سي. 1 على رو اللي هو الكيرفيتشر عندي او ديفورميشن اللي عندي بيساوي ابسلون ماكسيمم على سي. واحنا عارفين ان ابسلون ماكسيمم بتساوي ام في سي على اي. يبقى احنا برضو هنيجي نعوض في المعادله ديت، هيطلع لي من هنا ان 1 على رو بتساوي ام على اي اي. يبقى في حاله لو احنا عايزين نجيب الكيرفيتشر بتاع كاميرا معينه نتيجه لمومنت اثر عليها، بنستخدم العلاقة دي، نقول 1 على رو بيساوي ام على اي اي، ونقدر من هنا نجيب قيمة الرو اللي هي نصف قطر الايه الكيرفيتشر اللي حصل فيه البيم بتاعتنا. طيب تعالى ناخد مثال عشان نشوف الكلام ده ممكن نشتغل عليه ازاي. المثال ده بيقول لك انت عندك ستيل بار، ماشي، الكروس سيكشن بتاعه 0.8 في 2.5 انشز. زي ما انت شايف ده القطاع،
القطاع 8 × 10^25 إنش، وهو عبارة عن قطاع ريكتانجلر، يعني قطاع مستطيل، معرض ل two equal and opposite couples، معرض لعزمين اتنين قد بعضهم وعكس بعض في الاتجاه اللي هما M و M داش. جميل كده. المفروض ان احنا نعين اقصى قيمة عزم اللي هو بيسبب لي اليلد. يعني انا عايز اعرف اليلد امتى هيحصل عندي يلد في القطاع دوت عند عزم قيمته كام. لو كنت عارف ان السيجما يلد او الاسترس اليلد بيساوي 36 كيلو باوندز بير سكوير انش، تمام. يبقى تاني اول حاجة بالنسبة لي ان انا بحدد فين النيوترال اكس. طب انا ده عندي قطاع مستطيل، وقلنا ان النيوترال اكس في القطاعات بتاعتنا بيمر بنقطة السنترويد، والسنترويد بتاع القطاع المستطيل في النص، يبقى النيوترال اكس عندي موجود موجود هنا. يبقى المسافة سي اللي بيحصل عندها اقصى ستريس اهي تعتبر هي نص نص الاتش ده، يعني اللي هي بتساوي 1/25 إنش. جميل كده. طيب يبقى ابدا احسب انا الاي بقى اللي هو المومنت اوف انرشيا للقطاع، اللي هو بي اتش تكيب على 12 8/10 في 2.5 تكيب على 12، اللي هو هيطلع لي الرقم ده بالانش باور 4. اخش بقى في القانون بتاعي، ام بتساوي 1/c في سيجما ماكسيمم، اي عفوا على سي في سيجما ماكسيمم. ايه الاي اللي هو المومنت اوف انرشيا؟ السي اللي هي 1.25 انش، والماكسيمم سيجما اللي هي جيفن لينا في المساله اللي هي اليلد، يعني اللي هي بتساوي 36 كي اس اي، يعني معناها قيمه العزم اللي هيسبب اللي هيوصل لي القطاع ده لليلد بيساوي 30 كيلو باوندز انش. ناخد مثال تاني. المثال هنا بيقول لك انت عندك ريكتانجلر تيوب، ريكتانجلر تيوب قطعها مفرغ من بره الابعاد بتاعتي 5 انش في 3.25 انش، وعندي هنا الثيكنس تي اللي هو ثابت في الاربع جهات بيساوي 25/100 انش. القطاع ده صنعت منه زي بيم كده فيكسد هنا وفري هنا زي كانتليفر كده، وعرضتها لقيمة مومنت. بيقول لك انت عندك هنا دي مصنوعه من الومنيوم الوي، يعني سبيكه الومنيوم، اليلد ستريس بتاعها بيساوي 40 كيلو باوند بير سكوير انش، والالتيميت سترينث بتاعها 60 كي اس اي، وعندك اي بتساوي 10^10^6 باوند بير سكوير انش. هو عاوز هنا يحسب حاجتين، عايز يحسب المومنت اللي عنده فاكتور اوف سيفتي هيبقى 3، وعاوز يحسب الكورسبوندنج ريديوس اوف كيرفيتشر بتاع التيوب اللي هو الرو. تاني مطلوب هنا هو طالب الرو. طيب تعالى كده لما نشوف احنا ممكن نعمل ايه. اول حاجه بص لها كده للقطاع بتاعك، انت عايز تعين فين السنترويد، عايز تعين المومنت اوف انرشيا، دي اول حاجات تهمك. طب المومنت اوف انرشيا عندي عباره عن ايه؟ عن بي اتش تكيب على 12 الخارجي ناقص بي اتش تكيب على 12 الداخلي. يبقى طلعنا المومنت في انرشيا بيساوي 12/97/100 انش. طيب هو بيقول لك هات لي قيمه المومنت اللي عنده الفاكتور اوف سيفتي بيساوي 3. الفاكتور اوف سيفتي بيساوي 3 يعني معناها ان الالاوب الاسترس او الاسترس المسموح بيه عندي بيساوي الالتيميت مقسوم على ايه؟ على 3. فالالتيميت كان 60 قسمته على 3 يبقى 20، يبقى هو ده الاسترس اللي انا اللي انا هشتغل عليه. يبقى اول مطلوب بالنسبه لي البندنج مومنت اللي عنده الفاكتور اوف سيفتي هيساوي 3، يبقى سيجما الاول بيساوي ام في سي على اي، ومنها المومنت بيساوي سيجما الاول في اي على سي. سيجما الاول عندي ب 20 اهيت في اي المومنت اوف انرشيا اهوت على السي اللي هي 2.5 اللي هي نص المين نص الخمسة، يطلع لي من هنا ان السيجما الاول المومنت عفوا بيساوي 103 كيبس انش. ده قيمة العزم اللي معاه الفاكتور اوف سيفتي بيساوي 3. المطلوب التاني الكورسبوندنج راديوس اوف كيرفيتشر بتاع التيوب اللي هو الرو، الرو اللي هي ديت نصف قطر الدوران. فاحنا عارفين ان 1/rho بتساوي ام على اي اي، ماشي. الام اهيت والاي اي اهيت، يبقى انا هنا طلعت الواحد على الرو بتساوي 0.75 × 10^3. يبقى الرو نفسها اللي هي نصف قطر الدوران هتساوي 1 على الرقم ده اللي هي بتساوي 1325 انش.